السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. هاد لا فيديو جيت نقدم واحد الشكر الخاص لسيدنا محمد السادس، كنقولوا شكرا وجزاك الله خير الجزاء بهذا التطوع اللي درتي وبهذا الاهتمام اللي عطيتي للشعب ديالك، الاولاد ديالك. كنقولك شكرا بزاف، والله يخلي لك معز عندك ويخلي لك وليداتك، والله يشافيك ويعافيك ويخلي لك معز عندك. وكنقول الناس اللي دايرين هذا الشيء الضحك، كنقول لهم هذا الشيء راه ماشي ضحك. التزموا البيوت ديالكم، التزموا البيوت ديالكم وعقموا نفوسكم وعقموا البيوت ديالكم. يعني كاين لوازم، كاين بزاف ديال الحوايج اللي ممكن تعقموا بها البيوت ديالكم. وشكرا بزاف، شكرا بزاف الناس اللي داروا هذا الهاشتاغ هذا. كنقول لهم شكرا بزاف اللي درتو يد في يد، ونبينتو بالله احنا فعلا مغاربه حقيقيين، يعني مغاربه حرين. يعني هنايا فاش كتشوفوا الاخ كيوقف مع الاخ ديالو، الاخت كتوقف مع الاخت ديالها، يعني احنا راه مسلمين. وما تنساوش هذه القضيه، ونساو اي حاجه كتعلق يعني بالماده. دابا جا الوقت اللي نوقفوا مع بعضياتنا، وكنقول الناس المسؤولين حتى نتوما راكم ساهمتوا، وشكرا لكم بزاف. شكرا لاي واحد عطى واحد المبالغ اللي هي خياليه ويساهم بها. يعني الناس، كاين الناس بشكل اللي محتاجين فعلا، اللي محتاجين. ما تنساوش الناس بساكن اللي دراوش واللي ما فحالهمش واللي ما عندهمش زعما باش يدخلوا حتى كيلو ديال الطحين. كنقول لكم اخوتي ما تنساوهمش، ما تنساوهمش. وفعلا كاينين هنايا الناس حتانا اللي ما لاقيش مساكن باش يشريو حتى خشه ديال الطحين، يعني اللي كيصوروا كياكلوا. يعني كاينين حالات. كنتمنى الناس المسؤولين يعني الدور الازقة، الناس اللي ما فحالهاش وتساعدوا مساكن. يعني راه فعلا الا ما ساعدتوهمش راه ما غادي يخرجوا. كيقول لك زعما انا يا صافي، يعني راه اش غادي نعطي لولادي ما ياكلوا؟ يعني كيقول لك خصني نخدم على راسي. ولهذا كنتمنى الناس المسؤولين يشوفوا هاد الحالات. هادو كاينين حالات مساكن اللي محتاجين شويه، غير واخا غير بواحد القليل، شي حاجه بسيطه نعطيوها لهم ونديروا يد في يد باش نساعدهم ونخرجوا من هاد الازمه ان شاء الله. الا درنا يد في يد غادي نتجاوزوها، وغادي نرجعوا للحالات الطبيعيه ديالنا. وان شاء الله المغرب ديالنا غادي تبقى دائما دائما العلم ديالنا ان شاء الله كيبقى واقف. وحنا مغربنا عارفين حنا يا خوت راه حنا كنموتوا على بعضياتنا، وهذه راها معروفه. واخا يوقع اللي يوقع كنبقاو متبتين مع في الاصاله ديالنا، وراه حنا مسلمين وما غاديش نفوتوا بعضياتنا. وكنتمنى هذا الميساج يوصل وندورو يد في يد، يعني واحد يوصلها الاخر، وان شاء الله غادي يكون خير باش نتجاوزوا هذه المحنه ديالنا. وان شاء الله غادي نتجاوزوها. وخاص الناس، وكنقول الناس التزموا البيوت ديالكم، التزموا البيوت ديالكم وعقموا انفسكم مزيان. يعني الصابون وجافيل راهم معقمين، يعني دابا وساعه عقموا الاطفال ديالكم وصلوا يدياتهم بالصابون، والتزموا البيوت ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نختكم فاتحه شانيل، والسلام عليكم.